سؤال من روسيا. الأب وابناه يشتغلان بتربية المواشي، عندهم 145 رأس من الغنم و85 بقرة، ينتفعون بلحومها وألبانها، وجزء منها يباع لسداد حاجتهم من النقود. المواشي بترعى 6 أشهر في المراعي المباحة، الكلى المباح، وشهرين ترعى وتعلف، وبقية الأشهر تعلف. هل عليهم الزكاة؟ الجواب عليهم، يعني الجواب أن عليهم 2 في الغنم. القاعدة في زكاة الغنم، في سائمة الغنم، في كل 40 شاة إلى 20 و100، فإن زادت 1 فشاتان إلى 200. هم عنده 145 يبقى فيها 2 زكاة. طيب إلى آخر الحديث. طيب ماذا عن البقر؟ الواجب عليهم في البقر 2 المسنة، معناه إيه؟ استكملت 2 ودخلت في 3. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيع أو تبيعة. تبيع يعني بقرة عمرها 1 سنة، مسنة بقرة عمرها 2 ودخلت في 3. لكن هنا مسألة مهمة، الجمهور على اشتراط السوم. ايه معنى السوم؟ الرعي في الكلى المباح، ما يكونش بيصرف عليها فلوس وهو بيرعاها، يعني بتأكل من الكلى الذي ينبت تلقائيا في أرض الله عز وجل. السوم هو الرعي في الكلى المباح في جميع الحول أو في معظمه. المالكية قالوا لا، ليس هذا بشرط. طب يا أخوانا الحديث بيقول في الغنم في سائمتها، لا خرج مخرج الغالب، ده بيوصف الواقع وبيان تمام النعمة، لكن ليس بقيد ولا بشرط في وجوب الزكاة. إنها واضح أن صاحب النازلة رعت أغنامه أكثر من 6 أشهر، أكثر من النصف، يعني ممكن يصدق عليه أنها رعت معظم الحول، وبالتالي تكون الزكاة واجبة عليه عند الجميع. في الغنم 2 وفي البقرة مسنتان.